السلام عليكم ورحمة الله. أتمنى أن يكون الجميع بخير وعلى خير. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا صفحة كيف ما كتشوفوا معايا صفحة 85 85. اون فا كومونسي ماتنو توجور افيك لا سيكونس 5 سيتادير تسلسل 5 غادي يجي دي لتر سي سا لوبجيكتيف دو سات سيكونس. اوكي غادي يجي دي لتر بور انفيتي دي بينيفيسيار سيتادير voilà اكتب رسائل لدعوه مستفيدين. مستفيدين كيف مشنا هما عده انواع اللي هما اما اباء اولياء الامور اولياء التلاميذ اولياء اباء اولياء تلاميذ الاعداديه اولياء امور تلاميذ الاعداديه و المشاركين لي بارتيسيبون يعني اللي غادي ياخذوا الكلمه اللي غادي ياخذوا دي انترفونسيون سي تادير ايل فون بارلي دي سوجي. و شنا لو ديريكتور ا تيتر ديكزامبل كوم اون ا فيو دون لو سوجي بريسيدون لا باج 83. دونك سي سون سو ريديجي ديفير تيب فوالا دو كوريسبوندونس انفيتاسيون ادريسي ا سي بيرسون بور لي انفيتي ا اسيستي ا سيت ايفينمون. شكون هما سي بيرسون؟ Plusieurs personnes, je connais Huma, participants, bénéficiaires, parents. Et donc, les participants Huma, les Moucharikin, les Riyardo, le Kalima, aurait d'Akhlo, c'est-à-dire, ils vont parler du sujet, du réchauffement climatique, ou bien n'importe quel sujet sur lequel ils sont invités, ces participants-là. Les bénéficiaires, ce sont les élèves. Les élèves, ils sont des bénéficiaires qui vont bien sûr apprendre plusieurs informations concernant comment conserver ou bien garder la nature propre et sans pollution. Et bien sûr aussi les parents, c'est-à-dire les parents des élèves du collège. Alors, on va commencer aujourd'hui mon projet 1, le mashrou' dial l'awwal, rédiger les invitations à adresser aux différents participants du débat. Oktob. دعوات موجهة إلى مختلف المشاركين في هذا النقاش هذا avec mes camarades مع أصدقاء ديالي مع زملاء القسم. Je rédige les invitations à adresser aux différents participants du débat. إذا نكتب مع الأصدقاء ديالي دعوات موجهة إلى مختلف المشاركين في هذا النقاش. Je réalise avec les membres de mon groupe l'une des tâches suivantes. دير نجز ونجز avec مع أعضاء ديال المجموعة ديالي أحد المهام التالية أحد الأعمال التالية اللي هي اون كارت دانفيتاسيون او ديفيرون بارتيسيبون. ندير واحد لا كارت دانفيتاسيون بطاقة دعوة لمختلف المشاركين. جو رومبلي لا كارت هي هادي جو رومبلي لا كارت أملأ البطاقة. إذا أنا أش غندير؟ غنختار غير وحدة فقط غندير مش كاملين une carte postale. Il y a un retard une carte d'invitation. Il y a un retard une carte postale. Il y a radin ktib une lettre adressée au directeur régional ou là une lettre à adresser au directeur du collège. Risala moujaha le moudir le jihawi. Risala moujaha moudir mouassassa. Une lettre conventionnelle d'invitation adressée aux parents d'élèves. Risala rasmiya ديال الدعوة موجهة لأولياء التلاميذ أباء وأولياء أمور التلاميذ. F أو لا أن إيميل بور انفيتي لي مومبر دون أسوسيسيون كي ديفون لونفيرونمون. واحد البريد الإلكتروني لدعوة أعضاء ديال واحد الجمعية اللي كدافع على البيئة. أو لا أون لاتر بور انفيتي دي زامي أو لا رسالة باش ندعو أصدقاء ديالي. جو روتيان جو روكوبي لو تيكست إكخي باغ مون جروب. إذا هنا غنكتب تيكست تكست يعني هو هذا اما لاتر للديريكتور جينيرال ولا ديريكتور دو كوليج ولا او بارون ديليف اولا لي مومبر د اسوسياسيون اولا دي زامي. غنكتب وحده هنايا. اذا انا من هادشي كامل في هاد مون بروجي الاول نتوما ما ملزوميش انكم تكتبوا هادشي كامل لا اختاروا غير وحده. انا غنكتبهم كاملين معكم وكل وحدين غادي يختاروا بطبيعه الحال اللي غادي يناسبهم هو المجموعه ديالو. وكاين بعض الاساتذه اللي غادي يخليو التلاميذ ان كل واحد يدير سون طرافاي انديفيديوال يعني كل واحد يخدم بوحديته. يعني اللي بغى يختار يختار
واللي كنصحكم به ديروا الرساله، لان هي اللي غتكون عندكم في المحلي، غتكون عندكم في الامتحان المحلي. ما غيعطيكمش بطاقه دعوه او لا كارت بوستال او لا، غيعطيكم رساله، اكتب رساله الى احد الاشخاص. اذا حنا غنكتبوا هادشي كامل، وانتم ديك الساعه بطبيعه الحال غادي نديروا اللي غادي يناسبكم. اذا غنشوفوا الاولى ديال جو غومبلي لا كارت دافيتاسيون او ديفيرون بارتيسيپون. غنديروا هنايا الفوق، ديروا نكتبوا هنايا انفيتاسيون. شوفوا انتم عندكم ليسباس، كتبوا داكشي في الكتابه ديالكم، كتبوا مزيان، ما تكتبوش في الليفر بطبيعه الحال. الاستاذ ما غاديش يقبل منكم الليفر. ديروا نتوما دي زانفيتاسيون، ديروا بطاقه الدعوه، اولا كتبوا في الكاي ديكزارسيس، كاي ديفوار على ميزون. الوغ لو كلوب انفيرونمون، شوف انا واخا نخرج لكم هنا على السطر هنايا، لان ما عنديش لي سباس بطبيعه الحال. هذه بطاقه مديرينها صغيره، اذا ما غاديش نلتزم بها. غنحاول نخرج هنايا على خارج الاطار باش نكتب لكم الجمله كامله. لو كلوب environnement de notre collège, le club d'environnement de notre collège vous invite à un débat. Vous invite à un vous invite à un débat sur l'environnement. Sur l'environnement. Vous invite à un débat sur l'environnement. OK. Point. Thème. Je n'ai pas le thème. Je n'ai pas le mot de dire là. Le thème. Deux points. Le réchauffement climatique et l'être humain. L'ihtibas al-harari wa al-insan. Hada wa al-mawdou' dial. Ya'ni chna huwa le rôle de l'être humain sur le réchauffement climatique. Quelles sont les activités de l'être humain qui influencent négativement la nature ou bien l'environnement et qui va mener au réchauffement climatique? Je m'excuse, je demande pardon. Le lieu, fin ratkoun, le mekan, fin raykoun haddi bahada. Le hall du collège. On va le hall du collège. Ou le temps. Zaman. Le temps. Le 5 février 2021. Le 5 février 2021. Okay. Donc, soyez au rendez-vous. Soyez au rendez-vous. Qu'est-ce que tu m'as rendez-vous, Hamok? Soyez au rendez-vous. D'abord, Ardin Chefou. Deuxième partie, ديال la carte postale, une carte postale. Et donc, nous allons dire invitation. OK. On va écrire le club environnement. Le club environnement du collège. علال الفاسي. ديروا نتوما الكوليج ديالكم نتوما، لو نون دو فوتو كوليج، لو كلوب انفيرونمون دو كوليج علال الفاسي. ديروا نتوما الكوليج اللي كتقراو فيها.
a le plaisir, a le plaisir de vous inviter, a le plaisir de vous inviter, Saïdun bi da'watikum, plaisir de vous inviter à un débat, à un débat sur quoi? Sur le réchauffement, sur le réchauffement climatique, sur le réchauffement climatique. يدعوكم إلى نقاش حول الاحتباس الحراري. إمتى غادي يكون؟ لو 5 فيفري 2021. 5 فيفري 2021. تيم، شنو هو التيم الموضوع تاع اللي غنختاروا ليه؟ هو ليليف دو جوردوي، تلميذ اليوم، ليليف d'aujourd'hui et le citoyen de demain. Tilmid l'yom huwa mouatin al-ghad. On va dire le lieu. Qu'est-ce que je vais dire le foc? On va dire le hall du collège. Le hall du collège. On y salit. Carte postale. Anaya, غادي ندير Anaya, غادي ندير une lettre adressée à qui? غادي ندير l'échara l'oula. ديال نقدر ندير هذا نفس هذا لانه خدمته في الصفحه. اوكي غناخذ ان ايميل بور انفيتي لي ممبر دون اسوسياسيون كي ديفون لافيرونمون. وهذا راه هو اللي درت في لاباج هذه بريسيدونت. هي هاد لاكتيفيتي هادي. عاودوا نفس الرساله اكتيفيتي اكري page 83. On écrit valide comme on a la page 83. On va faire ou bien écrire la même lettre. Ok, écrire la même lettre, faire le même travail précédent qu'on a fait. Donc, écrire la même lettre de la page 83. Il reste que ce mot. Il y a des choses qui sont là. كي يبان داكشي مزيان. اوكي سي بون. البرومو بروجي 2 في المشروع ديالي الثاني اورغانيزي كوا اورغانيزي لو ديبا يعني تنظيم النقاش. اوكي هنا غنشوفو تنظيم النقاش. Je discute avec mes camarades des modalités de l'organisation réelle du débat, l'intervention et le débat. Là, je vais parler avec mes amis. Les méthodes de l'organisation réelle du débat, l'intervention et le débat. Les interventions, les interventions, les interventions, ou le débat. Et même les bénéficiaires, les parents d'élèves et les élèves de la troisième année ou bien du collège tout entier. Ils vont aussi prendre la parole pour soit interroger les participants, soit interroger les intervenants, ou bien, donner plus d'informations sur, un point donné, sur un point quelconque. Okay? Donc, simulation du débat, yani,
محاكاه النقاش يعني تقليد النقاش يعني نديرو بحال داك النقاش غيالمون جو بريبار لي زيتاب دو ديبا افيك مي كاماراد وهي المراحل ديال النقاش مع اصدقاء ديالي بحال اللي كنديرو جدوله لهداك اليوم ديال النقاش جو روتيان جو ريكوبي لي غروند لين دو ليكسبوزي ريديجي بار مون غروب انقولو السطور العريضه ديال العرض المكتوب من طرف المجموعه ديالي اذا نديرو المتدخل الاول اللي غنسميوه انترفونون متدخل انترفونون وهذا المتدخل الاول اش غادي يقول جو سوي تري كونتون جو سوي تري كونتون داتر parmi vous انا جد سعيد باش نكون معكم aujourd'hui اليوم جد سعيد باش نكون معكم مشارك اليوم le sujet الموضوع le sujet que vous avez choisi le sujet que vous avez choisi le mot l'extérieur est très intéressant muhim jiddan est très intéressant et actuel yani ani hali yani le sujet d'actualité mawdi dial lyom el matrouha fi el saha et actuel je vais développer je rigole ou voilà je vais t'parler je vais développer quoi انا غادي نتكلم على جو ديفلوبي لي تيم سويفون المواضيع التاليه لي تيم سويفون شنو هما اول حاجه غنتكلم على لا ديفينيسيون غادي يعرف لينا شنو هي لا ديفينيسيون كيف ما شفنا في الكيستيونير مع داك الكليماتولوج مؤخرا في داك الكيستيونير اللي شفنا في ديك الانترفيو لا ديفينيسيون دو ريشوفمون كليماتيك ريشوفمون شنو هو نعرف لكم لو ريشوفمون كليماتيك لا ديفينيسيون دو ريشوفمون كليماتيك سي كوز الاسباب ديالها نتكلم على الاسباب ديالها سي كوز اي سي امباكت يعني سي كونسيكونس سي كونسيكونس و النتائج ديالها اي جو بروبوز كيلك سوليسيون وغادي نختار عليكم بعض الحلول للحد من الانشفاف الكليماتيك الاحتباس الحراري هذا لانترفونون نشوفو البارتيسيبون الاول بارتيسيبون المشارك الاول اشنو غادي يقول المشارك الاول جو فو رميرسي بور سيز اكليرسيسمون كنشكركم على هاد التوضيحات هادي مي جيمري كو فو نو بارلي ولكن احب انكم تكلموا لنا
شويه ان بو دي جيست على تكلمونا شويه على يعني لي جيست اللي قدر يقوموا بها المواطنين ايكو سيتويان qu'il faut adopter اللي ممكن تبنوها qu'il faut adopter تولي عندنا زعما اعمال يوميه qu'il faut adopter تولي من حياتنا العاديه زعما نوليو يوميا كنديروها qu'il faut adopter pour protéger pour protéger l'environnement باش نحميو لونفيرونمون البيئة بارتيسيبون تاني اش غيقول بارتيسيبون دو شنو ممكن يقول لينا تا هو ميرسي ميرسي كيلي لو رول دي ميديا هذا اطرح كيستيون هذا شنو هو الدور كيلي لو رول des médias pour sensibiliser les gens pour sensibiliser les gens باش يوعيو باش يحسوا الناس باش يوعيو الناس les gens pour sensibiliser les gens contre ce phénomène de dahad الظاهرة هادي كونتر سو فينومين اللي هو شنو هو برافو لو ريشافمون كليماتيك هذا كيستيون طرحو هاد لو بارتيسيبون دو ونشوفو لو بارتيسيبون تخوا اشنو ممكن تا هو يقول كومون كيفاش كومون ليكول peut-elle jouer des rôles dans ce sens-là dans ce sens-là كيفاش المدرسة تلعب واحد الأدوار في هذا الاتجاه هذا يعني في الحد من الاحتباس الحراري إذن كنتمنى يكون يعجبكم هذا الفيديو هذا صغير وخفيف مهم اللي بغيت هو أنكم تبارتاجيو الأرض عليكم مع الأصدقاء ديالكم كيف ما شفت واحد الكومنتير مؤخرا مهم التلميذ الله يرضي عليه يعني كيقول بارطاجيو الفيديو ديال الاستاذ باش يكمل طبيعه الحال هذاك الشيء كيحفزني انني نكمل لانني كنشوف نسبه المشاهده عاليه كنقول راه كاينين متابعين والا فانا غير كنضيع في الوقت الا ما كانش نسبه المشاهده وبالتالي حاجه اخرى يعني اللي خصكم تعرفوا هو انني حتى انا يعني عندي اعمال اخرى من غير هادشي اللي كندير حنا درنا هادشي صدقه جاريه في سبيل الله سبحانه وتعالى كتب الله يتقبل من الجميع لكن عندي حوايج اخرى اللي بعض المرات ولا سا مونبيش دو فير دي فيديو كوتيديانمون اللي كتخليني يعني كتمنعني انني ما نديرش هاد الفيديوهات كل نهار وانا كنحاول يعني جاهدا انني ننظم وقتي باش نبقى معاكم حتى لاخر السنه وان شاء الله تكلل بالنجاح نتمنى ان شاء الله كلكم تنجحوا هذا هو الهدف ديالي ان شاء الله الله ينجحكم كاملين بالتوفيق للجميع وان شاء الله ما نكراش يعني في اخر الدوره او الدورتين معا في كل دوره تصيفطوا لي لي نوت ديالكم في دي كومونتير باش نشوف نيت واش كانت نتيجه ايجابيه ولا لا واش كان الشرح ديالي مقنع واش كنت نيت في المستوى باش انكم حتى نتوما تكونوا
داخل القسم متميزين، وإلا فإحنا كلنا كنضيع الوقت، أنا كنضيع وقتي وأنا كنضيع لكم وقتكم حتى نتوما، لأنكم كتبقاو تابعين الفيديو حتى الآخر وفي الآخر ما تستفد والو. إذا أنا ما نجحتش. أنا مني كنت كنقري التلاميذ يعني في عند توزيع النتائج كنمشي عند المدير ديال المؤسسة أو مديرة المؤسسة وكنقول لهم عطيوني النتائج ديالي نشوفهم، عطيوني النتائج ديالي، ما كنقولش ديال التلاميذ، عطيوني النتائج ديالي، لأنني إلا نجحوا التلاميذ أنا نجحت، يعني كنت ناجح في المهمة ديالي ووصلت المعلومة بطريقة صحيحة للتلاميذ، وأنهم يمشيو الامتحان الجهوي ويجيبوا نقط مشرفة، والحمد لله كانت بالفعل نقط مشرفة بشهادة الجميع وبشهادة المديرين وبشهادة يعني أرباب المؤسسات الخاصة، كانت الحمد لله نقاط جيدة، كانت عندي 19.5 وكانت عندي 19 وكانت عندي 18.5 و18 و17.5 و17. ما نقولش بأن القسم كان عندي كل واعر، كانوا نقاط متدنية اللي واصلة حتى لسبعة ونص، لكن الله غالب، يعني كتلقى التلميذ هو الآخر، يعني هذاك هو الجهد ديالو، يعني يحاول أنه يدير كل شيء، لكن هذاك هو الجهد ديالو، يعني ما عاد الإنسان ما يدير. نطلب الله عز وجل أنه يحقق لهم النجاح في المسيرة ديالهم الدراسية والحياتية، هذا هو الأساس. الدراسة كتبقى مرحلة لتحقيق واحد الهدف اللي كنطمحوا ليه حنا كاملين، لابد من الإنسان أنه يمر من هذه المرحلة تاع الدراسة، ولا كان ناجح في الدراسة ما كيعنيش أنه نجح في الحياة ديالو، ولا ما كانش ناجح في الدراسة ما كيعنيش أنه ما غاديش ينجح في الحياة ديالو، خذوها على يقين. شحال من واحد مشكار يعني عنده الفلوس مخدم لي زانجينيور، وبطبيعة الحال الناس اللي قراو راهم شادين دي بوست واعرين في الدولة أولا في العالم، وكنشوف حنا مغاربة اللي مشاو لنازا ومشاو لكندا ومشاو لأمريكا، وهم المتميزين والأولين، أطباء ومهندسين وباحثين علميين. ما تنسوش بأن هادشي كامل يعني ممكن أنه يفيدكم في الحياة ديالكم. بالتوفيق للجميع والسلام عليكم.